كرتونة غاد ولا فيش. ظن الاحتلال أن رصاصه الذي أطلقه صوب الشهيد نادر إدريس سيغيبه عن المشاركة بحملات المساعدات الغذائية والتي أطلقتها نقابة تجارة المواد الغذائية من الخليل نصرة لغزة، إلا أن المشهد كان مختلفا بعد مساهمة أبنائه الثلاث في تجهيز 6 شاحنات لإغاثة القطاع، ويبدو أنه عهد قطعوه بعد رحيل والدهم. أنا جاي أساعد أهل غزة، أنا مفتخر أنه أبوي استشهد. هاي حملة سنابل الخير لأهل قطاع غزة رقم 4 تحمل اسم الشهيد نادر إدريس. هذا الشهيد كان من أوائل المتطوعين بحملة سنابل الخير، من أول الناس اللي قدموا مساعدتهم وقدم جهده ووقته وماله. وكان الشهيد نادر إدريس قد شارك ب3 حملات أرسلت لغزة قبل استشهاده الأسبوع الماضي، والذي قال أن لا شيء يملكه ليقدمه للأهل في غزة سوى جهده وعرقه. أنا والله بتذكر إنه يعني دائما مع بعضنا بنروح مع بعض أنا وياه، يعني وكان أخ إلي وصاحب عزيز علي، يعني مش قادر أنساه من مرة شو أنسى، حتى النوم بطلت أعرف أنه يعني إيه. آخر إجت أنا رحت ودعته قلت له ليش ما أخذتني معك يعني. وتعكس الحملات الداعمة لغزة بشتى أنواعها حجم الالتفاف الشعبي بعد أن قلب الدمار الإسرائيلي حياة الغزيين رأسا على عقب، فيما يعكس هؤلاء المتطوعين وتأخرهم لساعات طويلة بعد منتصف الليل حجم الحب الكبير الذي تكنه الضفة بأسرها لقطاع غزة. أخطأت جولدا مائير حينما اعتقدت أن الكبار يموتون والصغار ينسون. وجود أبناء الشهيد نادر إدريس هنا دليل على وحدة الدم والتراب الفلسطيني بين الضفة وغزة. دعاء سيوري، الخليل، تلفزيون وطن.